تشاهدون الأحد. في حكايتهن تحقيقات خاصة طوال مارس عن يوميات نساء في مكافحة مضاعفات الحروب وويلات الإرهاب. من القدس، كيف غيرت قصص اليوم الطبية أخطاء نمطية صحية. من الخرطوم، ما دور موسيقى نصير شمع في علاج أعراض تطرف شباب السودان. برنامج اليوم الأحد الرابعة مساء بتوقيت غرينتش عبر قناة الحرة.